عرضت اليوم الشرطة الوطنية مجموعة من اللصوص يقومون بعمليات إجرامية داخل العاصمة إنجمينة. تمكنت الشرطة من القبض عليهم وعرضتهم للصحافة الوطنية، وذلك في مناسبة جرت بمقر الشرطة بحضور الناطق الرسمي باسمها بول مانغا. عايش أحمد دقي. إن عملية التحريات في المسائل الأمنية أمر ضروري لا يستهان به في الحياة اليومية للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين وحماية ممتلكاتهم، وأن الشرطة الوطنية لعبت دورها اللازم والمنوط بها باعتبارها عين ساهرة لبسط الأمن، حيث استطاعوا بإلقاء القبض على 16 مجرما يمارسون أنواع مختلفة من السرقة والإجرام. إننا جروب ثلاثة، الأول الجروب ده جروب انا الصراريخ انا سيارات ومال كومبليس اكو الكيف جمادو يسرق السيارات وما يستفق مال شوفيرات يمشوا بقد الناس اللي بسولهم فوس كلي ومن الكلي كان سودا يجوا يسرقوا العربات وكان سرقوا ده لزول الادم ده ينتو 3 مليون وفي ده بس شفتوا قريب جماعه ثلاثه القايدين ده بس كلمتهم وهي خدمة في يسوق في المدينة هنا. الجروب الثاني مش الجروب اللي هو ناس الفوبيا هم يمشوا يجيبوا الفوبيا من الكسري عندهم كومبليس سلام في الجمانة هنا وفي الجمانة كمان جروس كان لجوا يمشوا على البرة الدرين جروب هسه كرمنا من لقينا منهم 10 مليون وشفتوا في ده بس يمشوا برا شافوا ناس يقول ده جروس العديل. الجروب الثالث كمان ده انا الناس اللي هدوا سيادة الموتو يهاتوا بسيادة الموتو وشيلوا موتاتهم ويمشوا شاكموا برا وايدينا يشاكموا عن بياس ديتاشي يفرتقوا الموتو ويكايروا في الموتايات آخر ويشاكموا والآخرين كمان يشاكموا الموتايات دولة دريك ومش البوتة لوكو ناس دولة كله غاية خدموا في غاية سلوك في المدينة هنا بس وفي بيوت أنا جماعة وسيادة البيوت ما يكتر يبينهم للشرطة شغل ده شغل الكراف ده طلبين من المواطنين اللي شافوا شغل ما عجبهم ده خليه يخبروا للشرطة ولا للفرصة الآخرين. لا يتوقف عمل الشرطة هنا فحسب، وإنما ستواصل في ملاحقة المجرمين والقبض عليهم وإحالة قضاياهم إلى المحاكم الجنائية لإنزال العقوبة اللازمة في شأنهم. مجموعة اللصوص هؤلاء يتمركزون في مختلف دوائر العاصمة إنجمينة.